في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. يغفر الله جل وعلا لكل من لا يشرك به شيئا حينما يفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، لكن هناك جنس من الموحدين يؤجلون في قضية المغفرة. من هم؟ أهل الشحناء وأهل البغضاء وأهل التدابر وأهل التصارم والقطيعة، عافانا الله وإياكم. يقول الله جل وعلا: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلح. يعني لك أن تتخيل أن الله تعالى يغفر لأهل التوحيد في يوم الاثنين وفي يوم الخميس حينما يفتح أبواب الجنة، ثم يقال لك أيها المشاحن، يقال لك، يقال: أنظروا هذين، أخروهما، أخروهما، أجلوا المغفرة لهما حتى يصطلحا. وهذا لا شك بأنه يعني أمر يجعل الإنسان الذي يريد الله والدار الآخرة أن يسارع إلى قضية الاصطلاح مع الآخرين. وهذه فرصة من هذه الليلة، كل من بينه وبين أخيه قطيعة لأجل الدنيا أن يبادر وأن يسارع وأن يعاجل إلى قضية الصلح، وليكن أول ما يكون بالسلام. السلام هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأنت تمهد لقضية العودة بينك وبينه، والفيئة بينك وبين من صارمته، وذلك بالسلام، حتى تكون ممن تشمله مغفرة الله جل وعلا حينما تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس.